اهلا بيكم. النهارده الحلقه بتاعتنا احنا مش هنعمل اكله ومش هنعمل حاجه واو اللي هو مش عارف ايه، بس هنعمل حاجه ناس كتيره جدا جدا بتقف فيها وناس كتيره عندها مشاكل فيها وازاي تظبطها، لان هي اللي بتطلع الطبخه نفسها او الاكله نفسها مظبوطه مليون في الميه وبتميزنا عن اي حد. البشاميل، صلصة البشاميل وإيه المشاكل اللي بتقابلنا فيها وإزاي تطلع معانا مظبوطة على الشعرة وإمتى نعملها حلو وإمتى نعملها حادق. احنا النهاردة هنعمل الحادق، بس برضو وأنا بعمل هقول الحلو تركاته فين. لما أحب أعمل صوص بشاميل كده يكون حلو ويتقدم كصنف حلو ويخش في حاجات وفي أكلات كتيرة هنقولها النهاردة، ونقول التركة اللي بتظبطه هي فين. يلا بينا. هنقول ليه كل حاجة، يعني مثلا ليه بنستخدم الشوربة في البشاميل. مفيش مطعم او حاجة بره بناكل فيها، كافيه، اوتيل، اي حاجة بناكل فيه الوايت صوص او صوص البشاميل ده وبيطلع حلو قوي وهو معمول بحليب بس. دايما دايما اللي بيميز صوص البشاميل يا بنحط عليه الشوربة، ما كوباية الشوربة دي بتفرق جامد جدا جدا معنا، او بنحط عليه كوباية كريمة لباني او الفريش كريم اللي هي الكريمة بتاعت الطبخ دي، بتنقل معانا البشاميل في نقله ثانيه خالص. بس ما عندناش كريمه لباني او مش متوفره شوربه، مفيش شوربه، مكعبات الشوربه او الماجي هنقول ما بنستخدمهاش على طول وما اعرفش ايه، ما احنا ما بنعملش بشاميل كل يوم، بس فعلا بتنقل معانا الصوص بتاع البشاميل نقله ثانيه خالص. عشان البشاميل يطلع مظبوط قوي للمكرونه او البشاميل اللي هو ليه قوام سميك شويه، يبقى كوبايه حليب لكل معلقه دقيق كبيره، ده مقدار ثابت اعملوه حضراتكم مغمضين. هتاخدوا كريمة مش بشاميل، هتلاقوا القوام كده حاجة كريمية ينفع تعملوا بيها اي حاجة. الزبطة بتاعته هنا الدقيق بتاع البشاميل ما بيتحمرش، ما ينفعش لونه يتغير، لان لو لونه اتغير ودانا في حتة تانية خالص وعمل معانا نقلة تانية خالص، هيبقى لونه غامق. لو جينا حطيناه على الحاجة وفيها طماطم او فيها حاجات ممكن تحمر اللون شويه زي خضار او هنحس بالطعم، في حاجه الدقيق طعمه متحمر، لكن طول ما هو كده لا طعمه عبقري. هنحط معانا دلوقتي 4 معالق من الدقيق، وهنحط عليهم 4 معالق من الزيت، طبعا هنا الماده الدهنيه اختياريه، وهنحط الملح، طبعا الملح ده حسب الذوق وحسب الرغبه، بس لو بقى معانا كوبايه الشوربه زي ما اتفقنا معنى كده ان احنا هنقلل الملح علشان الشوربه فيها الملح بتاعها وتطلع مظبوطه كده. خلاص هنرفع المقدار ده على النار ونشوف هنكمل ازاي. وهبدا اقلبه، بس زي ما قلنا يا دوبك بقلب الدقيق بشوحه من غير ما لونه يغير معايا. هبدا انزل عليه بالحليب، والناس اللي لسه داخله المطبخ جديد يا ريت الحليب يكون بارد عشان ما يكلكعش معانا. هنزل شوية شوية كده وهقلب. ليه بنزل شوية شوية بالحليب بتاعنا على الدقيق؟ عشان اضمن ان هو اتفك معايا، ما يبقاش فيه اي تكتلات بتحصل ويبقى زي ما قلنا كده القوام بتاعه كريمي. هبدأ انزل عليه دلوقتي بالشوربة كل ده وانا بقلب البشاميل، ما ينفعش نسيبه من غير تقليب كده. خلاص البشاميل بتاعنا قوامه مظبوط جدا وبدأ يغلي من كل الاجناب بتاعته وانا قلبته كويس قوي. هطفي عليه بقى ونبدا نعمل بيه اللي احنا عايزينه. بصوا حضراتكم القوام بتاعه بقى عامل ازاي، حاجه كريميه وتحفه ملهاش حد. البشاميل الحلو استوى معانا او الكريمه الحلوه استوت معانا، والقوام بتاعها كريمي وتحفه، يعني مش عايزه اقول لكم الريحه كمان عامله ازاي عشان الفانيليا. هنطفي عليها علشان نعمل بقى البشاميل الحلو او الكريمه الحلوه او الصوص الحلو الابيض. هنعمل فيه ايه؟ هنحط 2 معلقة من الدقيق، ده كل اللي احنا محتاجينه او حسب طبعا الكميه، مش ده اللي احنا عايزينه. بس هنا بقى مفيش ماده دهنيه في البشاميل الحلو، عشان طبعا الحلو دايما بيكون بارد وبندخله الثلاجه، ما بحطش اي مواد دهنيه فيه، لا زبده ولا زيت. اولا طعمه بيبقى خفيف قوي، ثانيا لو اتحط في الثلاجه ما بيجمدش ويعمل الطعم بتاع الماده الدهنيه اللي بيبقى في بقنا. دايما ما بنعرفش ناكل قطعه مكرونه مثلا بشاميل او نجريسكو او لازانيا ساقعه عشان المكونات بتاعتها فيها دهون، سواء اللحمه او الفراخ او الزيوت او الزبده حسب ما احنا بنحط. هنعمل ايه بقى؟ هنحط لكل كوبايه 2 معلقة كبيرة من السكر، انا حطيت 2 دقيق و2 معلقة من السكر. هنحط فانيليا، ده المعطر او النكهه بتاعتنا، وهنحط حليب
هنا بقى عكس البشاميل السخن، بقلب كله على البارد واضمن ان كل المكونات دابت واختلطت وبقت ممزوجة كده في بعضها، عشان اضمن ان الحاجة بتاعتي قبل ما تترفع على النار، لان مفيش مادة دهنية بقت جوه الحليب. كده خلاص انا قلبت كل المكونات واختلطت جوه بعضها كلها، مفيهاش اي حاجة متبقية خالص. هناخدها بقى ونرفعها على النار، وهنفضل برضو نقلب طول ما هي على النار. للناس اللي لسه مبتدية نخلي النار واطية خالص علشان نعرف نقلب، ويبقى الحاجة في ايدينا عارفين نتحكم فيها. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بقلب، ودايما بجيب من الاجناب بتاعت الحلة عشان لو في اي حاجة في الجنب موجودة ما تبقاش مكلكعة معايا بعد كده. بصوا بقى القوام بتاع البشاميل الحادق عامل ازاي، كريمة. وده بقى البشاميل الحلو، بصوا. وبكده نكون خلصنا البشاميل الحادق والبشاميل الحلو، اساس اي وصفة فيها صوص ابيض هما الحاجتين دول، سواء للحلو او للحادق. النهاردة كده تقريبا يبقى قلنا كل التفاصيل وكل التركات اللي تخص الحلو واللي تخص الحادق. اتمنى بقى بعد كده اشوف احلى صواني بشاميلات وحاجات حلوة على التعليقات بتاعتكم، واللي يجربه ينجح معاه ويعمل صينية مكرونة او مسقعة او كوسة او اي حاجة فيها صوص ابيض يبعت لي الصينية او يعزمني واجي اكل عندكم. طبعا اتمنى تجربوها وتقولي رأي حضراتكم ايه في التعليقات. اشوفكم في وصفة جديدة، باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.